طبعا سيناريوهات عدة متداخلة غنية بالمشاعر تأخذ المتلقي إلى حكايات مختلفة. فن غريب يجمع بين الرسم والموسيقى والأفلام والقصص، أتقنه الفنان فهد عبد العزيز. فهد يرسم لوحات رقمية بأسلوب غريب وببصمة مميزة له، فهو عاشق للفن منذ صغره ويستمد إلهامه من كل شيء يندرج تحت اسم الفن، يجرب كل ما هو جديد في هذا العالم. أحياناً يستمد القصة من كلمات الأغاني، وأحياناً أخرى يشارك جمهوره ومتابعيه الرأي في أعماله الفنية. فهد عبد العزيز فنان الرسوم والقصص الرقمية معنا في صباح العربية. جميل جدا، ينضم إلينا من الرياض الفنان الرقمي فهد عبد العزيز. صباح الخير يا فهد. صباحك بالخير. صباح النور. أول شيء أحب أشكركم على هالاستضافة الحلوة وعلى الكلام اللي قلتوه. شكرا لوجودك معنا. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. ترجمة المشاعر إلى صور، هذه الأغاني اللي بتسمعها قد تكون بعض منها صعب جداً إنها تترجم إلى صور ولوحات وقصص جميلة، كلمنا عن الفكرة، كيف بدأت أصلاً معك؟ هو أول شيء يعني فكرة الرسمات الزوم بشكل عام كنت أشوفها في الخارج برا يعني، فقلت يعني أسوي هالترند يعني، بس إني أضيف شيء جديد واللي هو وصف كلمات الأغاني بال رسومات واستنباط قصص منها يعني تصير مواكبة مع الأغنية. طب تختار الأغنية ولا تختار الفكرة ولا تحط القصة؟ يعني مثل ما احنا نسوي في 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 عالم الإعلام، في يعني هي قصة مبدئية نمشي على أساسها حتى ننقل هذه الخبر، كل شيء قصة نرويها إلى الناس. فهد شلون طريقته؟ هو أنا عندي طريقتين يعني، في طريقة اللي هو في السوشيال ميديا في التيك توك والإنستغرام، يصير يعني مثلا أشوف وش الأغاني اللي كانت يعني اللي صارت ترند مثلا، أو الأغاني اللي يطلبونها المتابعين، ويصير أستنبط منها، أو مثل الأعمال اللي تصير في اليوتيوب للمطربين يعني الأنيميشن الكامل، الأغاني اللي تصير 3-4 دقائق. طب خلينا نشوف فهد، يصير يعني يكون أنا عندي حلو. خلينا نشوف وانت قاعد تتكلم شلون الطريقة، اشرح لنا على اللوح الرقمي اللي يمك الآيباد. هو أول شيء يعني طبعا يكون أمر بمرحلة اسمها مرحلة ستوري بورد، يصير استنبط منها الأفكار وأتواصل مع الفنان كيف إن يعني نربط بين الأغنية والرسومات. طبعا هذه كستوري بورد يعني تكون رسم يعني جدا يعني رف آرت يعني، مو رسم بتفاصيل، أهم شيء توضح الفكرة. بعدين ندخل بال الرسم بشكل كل ونبدا نشتغل يعني. خلينا نتكلم بشكل تقني اكثر، يعني يمكن الناس ما هم عارفين، هل انت تبدا بالزوم اصلا ولا ترسم اللوحه او الصوره الاولى وبعدها تبدا تسوي زوم اكثر واكثر واكثر؟ لا كلها في تطبيق واحد. نفس كذا يعني، هذه كلها رسمه واحده يعني، ورقه واحده كذا، شفتوا كيف؟ كم يعني الرسمة، كم رسمة تتضمن في داخلها؟ كم قصة وقصة فهد يحط؟ في طبقات كثير تعتمد على الأغنية يعني، أنا غالبا أغلب الفيديوهات تكون يعني 50 إلى دقيقة، فتصير طبقات كثير يعني فوق 15 طبقة يعني. 15 طبقة بشكل كامل، وفي مدخل من هنا. شو الأغنية اللي ببالك اللي راح تكتب عليها أو ترسم عليها؟ في شيء براسك راح مركز عليه اليومين قاعد تشتغل عليه؟
صراحة يعني أحس حنا في فترة شوي يعني ما في أغاني ضربت فترة، فعشان كذا أنا لسه قاعد أنتظر الأغنية. في أغنية منتظرة إن شاء الله، يعني أحس إنها بتجي أغنية حلوة تنوصف فيها بالرسم. حلو. طيب قد إيش يأخذ منك وقت لرسم اللوحة الواحدة، أو خلينا نقول الأغنية الواحدة؟ هو يعني المتوسط غالبا يعني فوق 20 ساعة، بس طبعا أكيد متقطع يعني عشان ما أضغط على نفسي وما يكون الرسم بشكل يعني متواصل وتطلع بنتيجة مو مرضية لي أنا وللمشاهد، فيصير أفصلها يعني على مدى أسبوع، يعني ساعتين ثلاث ساعات، ساعتين ثلاث ساعات، أربع ساعات كذا يعني، عشان ومنها يعني يصير أفكر إذا مثلا بتراجع على طبقة، أغير طبقة، ما يصير أسوي كل شيء مرة واحدة وألاحظ أخطاء بعدين. طيب فهد، اليوم من هذا النوع من الفن يلاقي معارضة من آخرين يقولوا لك والله هو تطبيق وأنت بمساعدة الآيباد أو بطريقة ما أنت قاعد تروي قصة لكنه ليس فنا تجريديا مثل ما قال، أو المدارس الفنية، شو ترد عليه؟ هو صراحة يعني في ناس يعني هو يعني في ناس يعني مع الرسم الورقي ويشوفون أن مثلا الرسم الديجيتال مسهل أشياء كثير في مجال الرسم والفن بشكل عام، بس أنا أشوف أن كل مجال يعني بين الورقي والديجيتال له صعوباته وسهولاته وإيجابياته وسلبياته، بس أنا يوم شفت التعليقات هذه قلت يعني أنا شخصياً يعني ما تأثرت، لأن أنا أحب الطرفين الورقي والرقم وفيديوهاتي تعتمد على هالشيئين يعني. فهد أنت كمان محضر لنا شيء خاص لصباح العربية، ورينا إيش محضر لنا. أيوه. وأبغى أعرف كيف جاتك الفكرة كمان. هو صراحة الشيء اللي حضرته شيء ما قد سويته أنا وودي أسويه في الحساب، يعني قلت أجربه بلوجو العربية صباح العربية. مثل ما تشوفون هنا اللوجو طبعا مكتوب صباح العربية، بس طالع بشكل مبهم يعني كله مغطى برسومات، مثل ما تشوفون هنا برج المملكة الفيصلية، نخلة، شمس تعبر على كلمة صباح، وفي طير هنا، وسيف هنا، خنجر. بس سويت طريقة الإكس راي مثلا اللي هي أخذ هالطبقتين وأبدأ أحركهم وتطلع اللوجو الأصلي يعني. واو إبداع، جميل جميل جدا، أنت مبدع ما شاء الله عليك يا فهد. أنا أتساءل هل أنت أيضا هاوي ومحب للرسم الورقي ولا فقط محترف في الرسم الرقمي؟ أنا مرة محب للرسم الورقي، بس يعني جت فترة كنت ما أصور كثير الورقي، لأن أحس الورقي يأخذ وقت أكثر فأتعب يعني أني أفكر بالتصوير والرسمة نفسها، بس مع الوقت يعني أنجزت اللوحة هذه اللي على اليسار. هذه اللوحة جدا يعني مستانس عليها صراحة، يعني لأن أعجبني الفيديو ككل إخراجيا والرسمة يعني. حلو، أتمنى لك كل التوفيق. أشواق تقول لك في أغاني الصيف ولربما البحر وغيرها هاليومين ضاربين، قد تعطيك فكرة لرسم جديد وزوم زوم إن وزوم أوت جديد أيضا. فهد عبد العزيز الفنان الرقمي، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.